يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وأولى حلقات الترند لهذا الأسبوع. وفي الحقيقة هي حلقة مهمة وسعيدة جدا 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 بعد فوز النادي الأهلي المبدئي بالأمس على الترجي التونسي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الأداء الرجولي رغم كل الظروف اللي حصلت قبل المباراة. فبالتالي هي حلقة غاية في الأهمية وكلام كتير جدا على هذه المباراة وكواليسها كمان تحديدا، وبعض كمان الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي على مدار الفترة اللي جاية، اللي هيحصل برنامج الاستعداد لمباراة الإياب هيكون إزاي. عندنا كلام كتير جدا في الحقيقة على مدار حلقة اليوم، فبالتالي هي حلقة مهمة ودسمة جدا. وهيكون أيضا عندنا بعض الأخبار المحلية والعالمية اللي لو الوقت أسعفنا هنتطرق ليها بكل تأكيد، لكن مهم برضو تواصل حضراتكم معانا، ده لازم أن أنتوا تتفاعلوا معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، ورأيكم في أداء الأهلي في مباراة الترجي بالأمس. هناخد ردود أفعالكم ورسائلكم في الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد، لكن دايما في عناوين مهمة لكل حلقة. تعالوا نشوف عناوين النهاردة. يلا في ترند الأهلي، الفريق راح 48 ساعة بعد العودة من تونس. الأهلي يستعد لمباراة الإياب بمعسكر وحظر إعلامي. أما في الترند العالمي، رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية. طيب خلينا في السريع كده إيه نقول المباريات المهمة النهاردة عشان نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع نتكلم بتفاصيل كتير جدا في مباراة الأمس. النهاردة في بعض المباريات المهمة في اليورو، في ماتشين بس في توقيت واحد، الساعة 6 مباراة سويسرا وتركيا، وإيطاليا مع ويلز، وخلاص يعني جولة الحسم الجولة الثالثة في كل المجاميع أكيد عشان نشوف مين اللي هيتأهل للدور المقبل من اليورو. كمان في كوبا أمريكا في مباراتين، المباراة هتكون الساعة 11 بالليل ما بين فنزويلا والإكوادور، ومباراة الساعة 2 صباحا ما بين كولومبيا وبيرو. أما في كأس الكونفدرالية الأفريقية، القطن الكاميروني هيقابل شبيبة القبائل في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، دي مباراة هتكون في تمام الساعة 6 مساء. أما مباراة الساعة 9 هتكون ما بين بيراميدز والرجاء، ومباراة مهمة والواحد هيبقى حابب يتفرج على المباراة دي لأسباب عديدة، فمباريات كلها مهمة وأكيد صعبة بكل التأكيد ومثيرة كمان. خلينا سريعا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى كده ونشوف أهم التفاصيل وأهم الأخبار وأهم الكواليس كمان بعد مباراة الأمس. استنونا بعد الفاصل. طبعا الواحد مبسوط وسعيد جدا جدا بأداء الأهلي ونتيجة مباراة الأمس. عندنا رجالة لعيبة فعلا على قد المسؤولية، لعيبة بشخصية كبيرة جدا جدا، أفضل لعيبة داخل القارة الأفريقية. أنا مش بقول الكلام ده عشان إحنا كسبنا مجرد ماتش امبارح، لا، أنا بقول الكلام ده علشان اللعيبة دي مستمرة في خلق الدوافع بالنسبة لها عشان تقدر تحقق أكبر كم ممكن من الإنجازات، لأن هي اللعيبة دي اللي تم اتهامها بإن هم ما بقاش عندهم دوافع بعد العودة من كأس العالم للأندية وتحقيق البرونزية، لكن هم بيردوا علينا، هم بيقولوا لا احنا لسه مش بعناش ومش هنشبع طالما بنلعب جوه النادي الاهلي، احنا لسه عندنا طمع كبير جدا لحصد المزيد من البطولات، وهم بيثبتوا الكلام ده على ارض الواقع. لما تلعب مباراه امبارح كبيره قوي قوي مع الترجي في ملعبه، الترجي بقوته بشخصيته الافريقيه بلعبته الجامده والكبيره جدا ومميزه جدا، وتبقى انت المتحكم في مجريات المباراة وانت اللي قدرت تشيل الترجي كرويا داخل الملعب، انت اللي خليتهم مش عارفين يلعبوا، مش عارفين ينفذوا افكارهم، مش عارفين يوصلوا للجون غير في يعني كم كرة يعني في النوادر امبارح، كرتين تقريبا بس اللي كانوا خطر على مرمى النادي الاهلي، وكرة منهم الشناوي بصراحة يعني ما شاء الله عليه تألق فيها بشكل كويس جدا يعني. فاحنا عندنا ابطال وعندنا لعيبة بشخصية عظيمة، وعندنا لعيبة تستحق إن هي ترتدي قميص النادي الأهلي وإن هي تلعب باسم النادي الأهلي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ طبعا إحنا ثقافة جمهور النادي الأهلي، وده كان واضح جدا بعد المباراة امبارح، إحنا لسه ما حققناش حاجة، إحنا لسه ما خدناش بطولة، إحنا كسبنا بس ماتش
احنا حتى لسه ما صعدناش النهائي، ده امر مؤكد. احنا بناخد كل مباراه على حده وبنركز في كل مباراه لوحدها. هدفنا دايما اللقب، مش هدفنا دايما ان احنا نكسب ماتش ونفرح، لا احنا لسه ما فرحناش، احنا سعداء ومبسوطين جدا برجالتنا، باللعيبه الجامده دي، بالمدير الفني المميز ده اللي صايع كوره من الاخر. يعني الراجل صايع كوره، الراجل عنده خبرات عظيمه في افريقيا، الراجل عارف يتعامل ازاي وعارف يلعب ازاي، يعني حاجه ممتازه جدا جدا. فاه طبعا احنا سعداء ومبسوطين، بس في انتظار التاهل النهائي كخطوه اولى، واللقب كخطوه ثانيه عشان نفرح بقى الفرحه بتاعتنا يعني اللي كلنا مستنيينها على غرار السنه اللي فاتت بعد ما كسبنا المباراه امام الزمالك في نهائي القرن. لكن انا بقول الناس دي عندها شخصيه قويه ليه؟ لاسباب كتير. خلينا ناخد الاحداث امبارح بالتسلسل اللي حصل. يعني قبل المباراه شفنا الشغب الكبير جدا، اعداد الجماهير التونسيه اللي بتشجع الترجي كان كبير قوي، الناس دخلت الملعب والناس يعني عملت شغب، وكان في قنابل مسليه للدموع من خلال الامن التونسي عشان يتعاملوا مع الموقف، واحداث صعبه جدا جدا. طبيعي قوي ان هي تاثر على اي حد، طبيعي قوي ان هي تاثر على اللعيبه، طبيعي قوي ان احنا كنا ممكن نشوفهم امبارح مش قادرين مثلا يلعبوا، مش في مستواهم، مش عارفين ينقلوا الكوره، مش عارفين يوصلوا للمرمى. لا احنا شفنا عكس كده تماما بصراحه. فانك تعرف تكسب او تعرف ان انت تتخطى الظروف دي، فدي عشان انت عندك شخصيه البطل، عشان انت دايما ما بيفرقش معاك ايا كان ايه الاحداث، عشان انت دايما عندك خبرات مميزه جدا في التعامل مع مثل هذه المواقف، عشان انت في الاول وفي الاخر اسمك النادي الاهلي. وانا بالمناسبه دي بما اننا بنتكلم على اسم النادي الاهلي، لان البعض امبارح كان يعني عصبي جدا، انا من النوع اللي دايما بحب اتواصل مع جمهور النادي الاهلي، لان في الاول وفي الاخر البرنامج ده معمول عشان يبقى لسان جمهور النادي الاهلي، وده امر مهم جدا بالنسبه لنا وحاجه كبيره جدا. فانا يعني كنت بتكلم مع ناس كتير امبارح قبل المباراه من الجماهير في احد التطبيقات يعني على السوشيال ميديا، فالناس كانت متعصبه شويه، احنا لازم نستغل الموقف ما نلعبش الماتش، احنا لازم نطلب تاجيل المباراه، احنا احنا احنا. فالواحد كان معترض شويه، لان اللي اتعودنا عليه داخل النادي الاهلي ايا كانت ايه الظروف، احنا بنحب نلعب ونكسب بمجهودنا، نحب نلعب ونكسب بعرقنا، مش احنا ابدا ابدا اللي نستغل موقف زي ده عشان نكسب من غير ما نلعب. لا احنا الاهلي، احنا اسم كبير قوي في افريقيا، احنا الناس هي اللي خايفه مننا. الضغوط كلها اللي حصلت امبارح قبل المباراه دي للتاثير على النادي الاهلي، الشغب اللي حصل من الجماهير ده للتاثير على النادي الاهلي. لكن هم نسيوا شويه ان الاهلي يعني فريق بطل، الاهلي بيلعب في ملعب هو متمرس عليه وبيقدر يفوز كتير جدا من خلاله. فدي كانت امور مهمه. فانا عجبني قوي الحكمه اللي اشتغل بيها المسؤولين، مسؤولي النادي الاهلي بالامس اللي كانوا موجودين في ملعب رادس، سواء بتتكلم بقى في الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي ورئيس البعثه، بتتكلم في الاستاذ طارق قنديل كان موجود، الراجل وشه حلو علينا بصراحه، كل سفريه بيرجع بفوز مع النادي الاهلي، بتتكلم في الكابتن سعد عبد الحفيظ والتعامل مع الموقف. اتعاملت ازاي؟ قلت ايه؟ انا يا جماعه عايز تعهد منكم ان انا اضمن سلامه الفرقه بتاعتي، البعثه بتاعتي بالكامل والفريق، هتدوني تعهد انا ما عنديش مشكله خالص العب، لان انا لو ما لعبتش انت في الاخر في الاول وفي الاخر انا بلعب في بطوله منوط بتنظيمها مين؟ الاتحاد الافريقي لكره القدم. انا لو اعترضت وعملت مشكله هبقى انا الخاسر. انا ممكن اشتكي، ممكن اقول يا جماعه الامور دي عطلتني، الامور دي اثرت عليا بشكل او باخر. لكن في نفس الوقت مش الاهلي اللي يستغل مثل هذه الامور عشان يكسب من غير ما يلعب، لا احنا نحب قوي نلعب. امنونا امنونا واضمنوا لنا السلامه وسيبوا لنا احنا الملعب نقدر عليه. سيبوا لنا احنا الفنيات، سيبوا لنا احنا الكوره، احنا قادرين قوي ان احنا نكسب. وده فعلا اللي حصل. وهي دي السياسه اللي بيشتغل بيها النادي الاهلي. احنا نقدر نكسب في الملعب اي فريق ايا كانت ايه الظروف، عشان احنا فريق بطل، عندنا لعيبه رجاله، عندنا جهاز فني ممتاز. فده كان امر مهم جدا، وكان تعامل في منتهى الحكمه والذكاء من قبل المسؤولين المتواجدين بالامس في استاد او ملعب رادس، والتعامل ده كمان كان بيتخلله تعامل نفسي اخر مع اللاعبين. وانا هقول لكم بعض الكواليس البسيطه بخصوص ما حدث فيما قبل مباراه الاهلي والترجي بالامس. رقم واحد، المعلومه اللي ممكن ناس كتير جدا ما تكونش تعرفها، ان فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي خد شنطته وطاقم الحكام وخرج بره الاستاد بالكامل. يعني الراجل لما شاف الاجواء كده قال انا مش هلعب في الكلام ده، الكلام ده مش نافع، خد شنطته وراح للعربيه المخصصه ليه
في الباركينج اللي حوالين ملعب رادس. خد بعضه وخد الحكام وخد الشنط بتاعته وراح فعلا العربيه. ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل ضغط كبير جدا من مسؤولي الكاف اللي كانوا متواجدين على فيكتور جوميز وضمنوا له ان هيحاولوا ان هم يقللوا عدد الجماهير. في الغالب العدد ما قلش لان كان في الكاميرا كانت جايبه المباراه مش جايبه مقصوره مثلا، مش جايبه درجات الدرجه الاولى، بتبقى مكدسه تماما بالجماهير ناحيه اليمين او يمين الشاشه. كان في جماهير كتير جدا برضو من الكاميرا ما كانتش جايباها او الاخراج التونسي ما كانش جايبها. لكن في كل الاحوال الاهلي كسب الترجي قبل كده كتير في رادس بعدد اكبر كمان من الجمهور يعني. فالتعامل النفسي كمان بخصوص الموقف ده كان ممتاز جدا جدا جدا. رجع فيكتور جوميز ولما تيقن الكابتن سعد عبد الحفيظ ان المباراه هتتلعب خلاص بعد ساعه من توقيتها يعني الساعه 7 بدل الساعه 6، دخل لعيبه النادي الاهلي في الاوضه وقال لهم يا جماعه كلمتين، اللي مش قادر يلعب يقول ومش هيقل من نظري، اللي الاجواء دي اثرت عليه يقول، هنبقى رجاله ننزل نكسب ولا لا. اللعيبه كلها طبعا كان عندها اصرار كبير جدا وقالوا احنا عايزين ننزل وهنلعب وهنكسب، وده فعلا اللي حصل. ليه؟ لان هم بيتحلوا بشخصيه النادي الاهلي المناسبه اللي تساعدهم في تحقيق انتصارات غاليه زي دي. هو فعلا انتصار غالي لكن هو مش حاسم في نفس الوقت لان لسه المباراه ما خلصتش، في مباراه ثانيه في القاهره ان شاء الله يوم السبت الجاي الاهلي يكون موفق فيها. ادي رقم واحد قبل المباراه. خلال المباراه بقى وتعامل موسيماني مع المباراه بشكل تكتيكي وفني اكثر من رائع كان حاجه جيده جدا. انك تلعب، مش حابب انا اتكلم في فنيات قوي او فنيات بشكل كبير لكن الامور كانت واضحه بالنسبه لنا، يعني اختيار العناصر واختيار اللعيبه اللي تنفذ الافكار بتاعت موسيماني ونجاحه في تقسيم المباراه. وانا واثق جدا جدا ان اول ربع ساعه تحديدا كان في تعليمات من موسيماني، ودي مش معلومه بالمناسبه لكن دي قرايه للمشهد. تعليمات موسيماني يا جماعه انزلوا امسكوا الكوره وامتصوا حماس لعيبه الترجي بعد الجمهور والامور اللي حصلت دي، اكيد خدوا حماس كبير جدا من جمهورهم فهيبقوا عايزين ينزلوا يخطفوا جون في الاول. امسكوا الكوره اول ربع ساعه، مش عايز منكم حاجه غير ان انتوا تنقلوا الكوره، وده فعلا اللي حصل يعني. دي قرايه المشهد بصراحه. الناس اول ربع ساعه رجالتنا نزلوا قعدوا ينقلوا الكوره بشكل مميز جدا وتصيت الحماس بتاع لعيبه الترجي، وقدرت بعد كده ان انت تلعب باريحيه وتفرد اسلوب لعبك في ارض الملعب، ونجحت في الاخر ان انت تحرز هدف ممتاز من خلال محمد شريف. محمد شريف لعيب كبير جدا ينقصه بعض الامور البسيطه زي مثلا انه يلعب بدماغه، لكن لو اتمرن عليها كتير هيبقى عندنا مهاجم متكامل. مهاجم متكامل بقالنا كتير ما عندناش مهاجمين في مصر بشكل عام بالمواصفات دي، فاتمنى له دايما التوفيق. اكرم توفيق امبارح عمل مباراه عظيمه وهو نجم المباراه. ليه؟ لانه بيلعب في مكان مش في مكانه وادى بشكل اكثر من رائع بصراحه يعني. تعامل مع حمدو الهوني احد ابرز اللاعبين في الترجي بشكل ممتاز وعمل مباراه كبيره جدا. الفريق ككل حمدي فتحي ده حاجه ممتازه جدا، اليو ديانج، محمد الشناوي، كل اللعيبه عشان ما انساش حد. قفشه لما نزل لعيب كبير قوي 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 تحس ان لعيبه الترجي كانت خايفه منه. فالاهلي عمل مباراه كبيره جدا امبارح وكان امر اكثر من رائع. كان ناقصنا بس ايه امبارح؟ حاجه بسيطه قوي، ان احنا نبقى طماعين شويه، ان احنا نحاول نجيب جون تاني او حاجه كان يفرق برضه يخلص الامور بدري. لكن برضه اللي حصل امبارح والنتيجه دي ممتازه بالنسبه لفريق النادي الاهلي قبل مباراه الاياب. بالنسبه لموسيماني بقى سيبكم بقى من الناس اللي بتطلع تقول اي كلام وموسيماني ده مدرب تعبان ومش نافع. خلاص بقى موسيماني عدى مرحله الاختبارات. في يا جماعه بعض الشخصيات اللي للاسف الشديد محسوبه على كره القدم رغم ان هم كانوا مواهب كبيره في الملعب، لكن مش اي واحد لعيب كويس يعرف يتكلم، او مش اي واحد كان لعيب كويس يقدر يحلل. لا، في ناس تحب تقول ايه كده اي تصريح بشكل فيه فهلوه شويه والدنيا تضرب معاها وتمشي. ما تلتفتوش ابدا للناس دي، سيبكم من الناس دي. هو هدف بعض الاشخاص اللي بيتكلموا بالاسلوب ده ان هم ينتقدوا موسيماني لان هو مدير فني النادي الاهلي من غير اي اسس او من غير اي يعني دلائل على ارض الواقع تقول ان الراجل ده مدرب تعبان يعني، او الراجل ده مدرب مش كويس، او الراجل ده لا يليق ان هو يكون مدرب للنادي الاهلي. خلاص بقى موسيماني عدى مراحل الاختبارات كلها الراجل يعني. يعني يعمل ايه تاني موسيماني عشان يقول ان هو مدرب كويس؟ لا، مدرب ممتاز مش كويس بس. الراجل كل ارقامه بتتكلم عنه، مش محتاج ان احنا نتكلم عنه. الراجل حقق كل البطولات اللي شارك فيها مع النادي الاهلي. الراجل ما خسرش ولا مباراه كبيره مع اي فريق كبير انت لعبته الا مباراه البايرن، وكان نتيجه منطقيه ان انت تخسر من افضل فريق في العالم يعني. فلا، مدرب كبير وحاجه
اكثر من رائعه وادار المباراه بشكل ممتاز. قبل ما اروح الفاصل عشان اختم حته موسيماني، البعض كمان انتقد ان هو ادى للفريق راحه 6 ايام قبل ما يرجعوا التدريبات وقبل السفر لتونس، وقال لك ازاي يدي اللعيبه 6 ايام؟ اكيد هو عارف بيعمل ايه، اكيد اللعيبه دي عندها مخزون بدني جيد بعد ضغط المباريات الكبيره جدا اللي كانت ورا بعض في الدوري وفي كذا بطوله، فانت عندك مخزون بدني، عرفت ان انت تقسم نفسك، تقسم مجهودك كمان بشكل كويس، تدريباتك، الكلام من ده، الشغل على الجوانب البدنيه والفنيه كان اكثر من رائع. الراجل عنده خبرات كبيره جدا، امبارح شفنا الاهلي في الملعب بدنيا اجهز بكتير قوي من الترجي، وده اللي رجح كفه النادي الاهلي بخلاف الاصرار والعزيمه والشخصيه وكل هذه الامور اللي امتاز بيها النادي الاهلي على مدار المباراه بالامس. عندي كلام كتير جدا حابب اتكلم فيه واشاده كبيره جدا بكل اللعيبه المنظومة الأهلوية كلها، لكن احنا دايما لازم نأكد عليه ان احنا لسه ما حسبناش حاجة، احنا لسه ما خدناش بطولة. جمهور الأهلي بيفرح لما ياخد بطولة طبعا، لكن جمهور الأهلي في نفس الوقت سعيد بفرقته، سعيد بلاعبته، سعيد بجهازه الفني، ووراهم وفي ظهرهم كما هو المعتاد، وفي انتظار ان شاء الله بإذن الله التأهل النهائي، وبإذن الله تعالى الفوز في المباراة النهائية ايا كان احنا هنقابل مين، ايا كان هتقابل مين، انت قادر ان انت بإذن الله تعالى تكسب بطولة دوري ابطال افريقيا. ناخد الامور واحدة واحدة ونفضل ورا فرقتنا اللي عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، ودايما اتكلمنا في الجزئية دي حتى في عز ما الاهلي كان ممكن بيتعرض لبعض الاخفاقات، لكن كان عندنا ثقة كبيرة قوي في شخصية الجهاز الفني واللاعبين، والثقة طبعا موجودة وهتفضل موجودة ايا كانت الامور ايه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن مباراة الأمس وبعض الأخبار المهمة بتتعلق بالنادي الأهلي. يلا بينا. طيب من ضمن كمان اللقطات المهمة قوي اللي لازم نتكلم عنها، يعني وانت لما يكون عندك قائد للفريق بشخصية محمد الشناوي فطمن، يعني لازم تبقى مطمن سواء على المستوى الفني او المستوى القيادي داخل الملعب او خارجه. يعني في الحقيقة الراجل امبارح عمل لقطة انا بشوفها ممتازة جدا 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 وفي وقتها ومطلوبة قوي بعد ما المباراه خلصت امبارح، فيعني اعلام النادي الاهلي طبيعي جدا، يعني بنخش سافرنا كتير وشفنا لما الاهلي بيكسب بنخش مع الفرقه نشوف اجواء السعاده بعد الانتصار، انتصار لما يكون غالي كمان زي ده. لكن الشناوي بحسه القيادي تصرف تلقائي جدا من تلقاء نفسه، قال يا جماعه بعد اذنكم احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه ما صعدناش، احنا كسبنا بس ماتش فنخرج، لسه احنا ما بنحتفلش، الامور بالنسبه لنا عاديه خالص. يعني حتى انت تلاحظ امبارح لما محمد شريف حتى جاب الجون، محمد شريف الواحد مبسوط بيه قوي بصراحه، يعني لما جاب الجون امبارح احتفال عادي طبيعي، مش احتفال فيه مبالغه شويه ان احنا جبنا جون في رادس مع الترجي مش عارف ايه، لا احتفال فيه كده رزينه، فيه هدوء، فيه تقل يتناسب مع اسم النادي الاهلي. يعني فتصرف الشناوي لو ريت نعرض يا جماعه اللقطات، يعني تصرف الشناوي كان ممتاز جدا في ان هو اتكلم مع الناس، اهي اللقطات اهي، دي كاميرا قناه النادي الاهلي بعد المباراه لرصد الاجواء اللي بتتعلق باحتفال اللعيبه او سعاده اللعيبه، مش عايز اقول احتفال لان الاحتفال ده بيبقى بالبطوله، ودي ثقافه الاهلي وجمهوره. الشناوي ثقافته استمدها من اهو زي ما انتم شايفين كده، بعد اذنكم يا جماعه يلا، ثقافته يعني اكتسبها من جمهور النادي الاهلي بما انه اهلاوي، بما انه واحد عارف عقليه وثقافه جمهور النادي الاهلي، انا اتعامل مع الموقف ازاي، انا اصلا منتظر ايه، انا اهدافي ايه كلاعب في النادي الاهلي وكمشجع للنادي الاهلي. الثقافه اللي عند جمهور النادي الاهلي ان احنا ما حققناش حاجه، وده سر نجاح الاهلي، ده سر تفوق النادي الاهلي على اي نادي تاني، وده اللي مخلي الاهلي في حته تانيه خالص بمسافه عن اقرب منافسيه في القاره كلها بالمناسبه، مش بتكلم مثلا في مصر بس. فهي دي العقلية المطلوبة وهي دي الثقافة المطلوبة اللي دايما موجودة عند جمهور النادي الأهلي. تعالوا نشوف لقطات تانية اهي زي ما انتم شايفين كده، وهو بيطلب من اللعيبة او بيطلب عفوا يعني من اعلام النادي الأهلي سواء بيتمثل في المركز الإعلامي للنادي او حتى في قناة النادي، ان هو يا جماعة احنا مش بنحتفل، احنا ما حققناش حاجة، بعد اذنكم سيبونا نخلص عشان نمشي ونروح مصر، نروح على المطار ناخد طيارتنا كده ونروح عشان نبتدي الاستعداد لمباراه الاياب عشان نحسم باذن الله تعالى يوم السبت الجاي الصعود والتاهل للمباراه النهائيه. ناخد الامور واحده واحده، ما بنحتفلش قبل ما نحقق بطوله. فدي حاجه بصراحه ممتازه وحاجه يعني طبيعي ان انت تشوفها داخل النادي الاهلي، ومش هتشوفها في اي حته تانية غير من خلال لعيبه النادي الاهلي اللي عارفين كويس قوي ايه اللي مطلوب منهم وايه واجباتهم وايه الجمهور الاهلي بيبقى منتظره دايما وعايزه عشان يفرح وهم كمان يفرحوا طبعا.
هم يستحقوا كل الإشادة والدعم، لكن منتظرين منهم بإذن الله تعالى البطولة إن شاء الله. دي من ضمن اللقطات المهمة. خليني أتكلم معاكم بالمناسبة كمان، امبارح وهم راجعين على الطيارة بدر بنون من ضمن اللعيبة، دي لقطات المطار هناك في تونس، مطار كارتاج ورحلة العودة للقاهرة. بدر بنون من اللعيبة طبعا الممتازين جدا، خط الدفاع كله عمل ماتش كبير، أيمن أشرف، بدر كله، حتى رامي لما نزل، وأكرم طبعا، علي معلول كمان من اكتر اللعيبه كان عليهم ضغوط امبارح بسبب يعني بعض من جماهير الترجي، ان معلول اصلا محسوب على الصفاقسي التونسي فخد شتايم كتير يعني امبارح، لكن في كل الاحوال بوريكم بس المسؤوليه. وحاجه صغيره كده من ضمن الكواليس اللي كانت بعد المباراه، اللعيبه وهي راجعه في الطياره، فمن ضمن اللعيبه اللي كانوا بيتفرجوا على المباراه بشكل كامل في الطياره في رحله العوده كان بدر بنون. فلما اتسال يا بدر انت ايه بتعمل ايه، احنا الماتش لسه خلصان، انا بتفرج على اشوف اخطائي، انا عايز اتفرج عشان اشوف ايه اخطائي، او لو في اي حاجه في زمايلي اللي بيلعبوا جنبي، اي ملحوظه بتاع نتكلم فيها مع بعض. الراجل وهو راجع امبارح قعد يتفرج على المباراه كلها ال 90 دقيقه كلهم، اتفرج عليهم في الطياره عشان يعرف ايه النقاط اللي لازم يشتغل عليها او ايه اللي محتاج تعديل عشان مباراه الاياب. هي دي المسؤوليه، هي دي اللعيبه اللي يعني تستحق ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي، هي دي اللعيبه اللي بالشخصيه اللي احنا محتاجينها في النادي الاهلي، مش بدر بس، لعيبه كتير جدا عندها الشخصيه اللي تتناسب مع شخصيه النادي يعني. فدي من ضمن الحاجات المهمه في الحقيقه واللي تبسطك جدا جدا بخصوص لعيبه النادي الاهلي. خلينا نتكلم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفريق عقب العوده بالامس. وموسيماني كان ليه بعض التصريحات، ان الراجل بيقول انا سعيد جدا بمجهود اللاعبي الاهلي في الملعب، لكن احنا لسه ما صعدناش، نفس الكلام ونفس الثقافه ونفس العقليه المطلوبه جدا في مثل هذه المواقف يعني. قال ان مباريات الاهلي والترجي على مدار التاريخ ما بتتحسمش من مباراه الذهاب اطلاقا، وده امر فعلا حقيقي، وفي مباريات كتير جدا يعني حتى الترجي كان بيتعادل مع الاهلي هنا ويفتكر ان هو كسب، الاهلي بيروح يكسب هناك، ولا قدر الله، لا قدر الله ممكن يحصل العكس، لكن ان شاء الله ده مش هيحصل بعزيمه واصرار لاعبي النادي الاهلي. وهو تطرق للجزئيه دي موسيماني بخبراته يعني، وده امر مهم جدا. قال ان احنا هنفضل نحترم الترجي ومدربه، لان الترجي فريق كبير ومنافس قوي داخل القاره، احنا مش بندور على حاجه دلوقتي غير ان احنا نتاهل لدور النهائي من البطوله، ومش بتكلم او مش بفكر في اي امجاد شخصيه بالنسبه لي، انا كل اللي يهمني مصلحه الفريق واسم النادي الاهلي. واختتم تصريحاته وقال ان الاهلي يستعد بقوه للشوط الثاني امام الترجي في القاهره، وقال ان شاء الله باذن الله منتظر رؤيه الجماهير ومتشوق جدا اني اشوفهم داخل ارضيه الملعب. بمناسبه الجمهور يعني الامور لسه لم تحسم بعد بشان حضور الجماهير، الكاف وافق على 10,000، لكن لسه الامور ما اتحسمتش بخصوص الحضور. الاهلي طبعا كان طلب 20,000، الكاف وافق على 10، لكن الامور كلها في ايد الدوله المصريه اللي اكيد هي ادرى بكل الظروف اللي تتناسب بهذا الحدث وهذه المباراه، القرار في ايديهم هم في الاخر يعني. طيب كمان في مكافاه اجاده للاعبي الاهلي بعد الفوز على الترجي في تونس، وده بعد ما الكابتن سيد عبد الحفيظ نسق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثه الفريق في تونس، وقرروا ان هم يصرفوا مكافاه اجاده للاعبين، وهم يستحقوا بصراحه اللعيبه بعد الاداء الكبير والمبهر في مباراه الامس. الفريق هيبقى ايه الفتره الجايه، برنامجه عامل ازاي، راحه النهارده وبكره 48 ساعه، ويستأنف تدريباته يوم الثلاثاء ان شاء الله عشان يبتدي استعداداته لمباراه الترجي، وده كان امر مهم جدا ان انت تلتقط الانفاس بعد مباراه كانت فيها مجهود بدني وفني كبير جدا زي مباراه الامس. معسكر هيكون مغلق للاهلي بدايه من يوم الخميس، يعني قبل 48 ساعه من المباراه الفريق هيخش معسكر، وده قرار تم اتخاذه من قبل مستر بيتسو موسيماني بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي كمان كابتن سيد اكد على استمرار الحظر الاعلامي على لاعبي الاهلي، والجزئيه دي مهمه قوي قوي، لان احنا يعني مره من المرات كده حصل لو نفتكر بعد مباراه الذهاب امام الوداد في 2017 مع الكابتن حسام البدري، كسبنا هنا او كنا عايز افتكر كانت انهي مباراه، مش فاكر يعني، في مباراه كده كانت مع الوداد كسبنا هنا ورحنا خسرنا هناك، فبعد ما كسبنا هنا الناس احتفلت، او بالتحديد برضو افتكرت مباراه النجم الساحلي كسبنا 6-2، وافتكرنا ان احنا خلاص خدنا البطوله وكان لسه عندنا مباراه الوداد في النهائي، لكن انا من الناس اللي اتفاجئت لقيت الكابتن حسام والكابتن سيد معوض والناس الجهاز الفني كله بيطلع في التلفزيون وبعض اللاعبين شايف احنا لسه ما خدناش بطوله ساعتها يعني، فبرضو كان قرار صعب شويه، لكن الكابتن سعد عبد الحفيظ اكد على استمرار الحظر الاعلامي على لاعبي النادي الاهلي، وده امر مهم.
معلول هو راجع الطياره امبارح، كان في 60 دقيقه استشفاء ليه على متن الطائره بعد المجهود اللي بذله في المباراه. بيكهام عنده برنامج تاهيل لمده 3 ايام، واحنا عارفين بيكهام عنده زي اجهاد خفيف في العضله الضم، فان شاء الله بعد الثلاث ايام دول ينضم للتدريبات بالشكل الطبيعي. اما بخصوص محمد هاني، فمحمد هاني خلاص هيشارك في التدريبات الجماعيه بالشكل طبيعي مع الفريق بدايه من يوم الثلاث بعد ما الفريق يستأنف تدريباته. هاني من اللعيبه المميزه جدا، واحنا عارفين ان كان عنده زي برضو اجهاد بسيط كده في العضله الضمه. محمود متولي برضو في اطار يعني الاطمئنان على بعض اللاعبين في النادي الاهلي اللي عندهم بعض الاصابات، فمحمود متولي احنا عارفين كان تعرض لشد خفيف العضله الخلفيه في مباراة ودية كانت أمام مصر للتأمين من حوالي 10 أيام أو أكتر قليلا، خلاص شوفيها تماما من هذه الإصابة وهيشارك في التدريبات بشكل طبيعي إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاث. هو كان خد راحة سلبية يعني. أكرم توفيق وبدر بنون من الناس اللي تعرضت لبعض الكدمات في المباراة أو بعض الشد العضلي، يعني بدر مثلا عنده شد خفيف في السمانة أو إجهاد في السمانة مش شد يعني، لكن هيشارك بشكل طبيعي في التدريبات للأمور مطمئنة بشكل كبير جدا. أكرم توفيق برضو كان جاله زي إجهاد خفيف في السمانة بجانب كاد ما تعرض لها أثناء المباراة، لكن إن شاء الله هيشارك برضو في التدريبات بشكل طبيعي. الأهلي خلاص قرر إن هو هيحصل على مصل كورونا عقب مباراة العودة أمام الترجي، واللي ده تم التنسيق من خلاله ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الطبي للنادي الاهلي، واستقروا على ان ميعاد اللقاح اللعيبه تاخده والفريق كله ياخده يكون بعد انتهاء من مباراه الترجي ان شاء الله على خير، نكون تاهلنا النهائي وبعد كده ياخدوا المصل. دي اهم وابرز الاخبار تتعلق بالفريق واللي هيحصل على مدار الفتره اللي جايه حتى موعد مباراه يوم السبت باذن الله تعالى. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الترند. يلا. طيب خلينا نشوف ترند الاهلي وايه اللي اتقال على الاهلي بعد مباراه الامس وانتصار امام الترجي وردود الافعال على الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا. نبتدي بحساب القناه بتاعتنا قناه النادي الاهلي، واللي بيقولوا ان الاهلي عقده الترجي، الاهلي قدر ان هو يفوز على الترجي 5 مرات في 11 مباراه في تونس. بصراحه 5 ماتشات ده عدد كبير مش قليل، ان بتكسب فريق زي الترجي 5 مرات في ملعبه، فدي حاجة كبيرة يعني وحاجة مميزة جدا، لكن هي مش حاسمة أو مش خلصت الأمور بالنسبة للفريق في إطار سعيه نحو التأهل للمباراة النهائية، لكن رقم مهم جدا يعني. خلينا كمان نروح لحساب ملاعب أفريقيا على فيسبوك، واللي بيقول بعد هزيمته أمام الترجي التونسي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تعرضا للهزيمة أمام الأهلي المصري. بص بقى القائمة، لما تلاقي أسماء كبيرة زي دي أنت بتتفوق عليهم وهم أكتر أندية خسرت منك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فده أمر مميز جدا. لما تكون بتكسب الترجي، هو أكتر فريق خسر من الأهلي 7 مرات في البطولة، وبعديه اسم الترجي اسم كبير، وبعديه الزمالك، اسم الزمالك اسم كبير طبعا، برضه تكسبه 6 مرات في البطولة ويبقى تاني أكتر فريق خسر منك، فدي حاجة مميزة. بعد كده تذكر الكيني 5 مرات، وبعد كده فريق بحجم صن داونز من اكتر الفرق اللي خسرت منك في البطوله برضو 5 مرات، فدي كلها امور مميزه وتدل دايما على قيمه وقامه النادي الاهلي وتاريخه الكبير طبعا. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي وحسابه على الفيسبوك، وبيتكلموا على ارقام محمد شريف الهداف مع الاهلي، اول لعيب من فتره كبيره قوي في الاهلي يستحق ارتداء الرقم 10 في الفريق من وجهه نظر، يعني يستاهل الرقم ده لان الرقم ده غالي قوي، مش اي حد يلبس رقم 10 من اللعيبه اللي فعلا تستحق هذا الرقم. عمل ايه محمد شريف؟ ارقامه مع الاهلي، الراجل من ساعه ما جه اول مره خالص، مش من بعد الاعاره، لا من الاول خالص، اول ما الاهلي تعاقد معاه من وادي دجله، لعب لحد دلوقتي 48 مباراه، سجل كام هدف؟ 19 هدف مقسمين على ايه؟ على عدد من البطولات، 11 هدف في الدوري المصري، هدفين في كاس مصر، 5 في البطولات الافريقيه، وهدف وحيد في البطولة العربية. دي أرقام محمد شريف، ويقدر إن هو يحقق أرقام أفضل من كده بكتير كمان خلال الفترة اللي جاية، لعيب مميز جدا ما شاء الله عليه. خلينا كمان نروح لحساب يلا كورة على فيسبوك، واللي بيتكلم على إن الأهلي خاطب الكاف لحضور 20,000 مشجع في لقاء العودة أمام الترجي، وأنا قلت لحضراتكم التفاصيل دي وهي بتتعلق بإيه؟ بإن الأهلي في الأول لما خاطب الكاف قال لهم يا جماعة احنا عايزين موافقة بحضور 20,000 متفرج في مباراة الإياب أمام الترجي، فالكاف وافق على كام؟ بشكل رسمي وافق على 10,000. طيب القرار هنا بتاع مين؟ القرار هنا بتاع الدولة.
الحكومه المصريه هي اللي تقرر، واحنا يعني ده امر متروك ليهم، هم ادرى بكل الظروف وبالقرارات الانسب في مثل هذه الامور. يعني ده فيما يتعلق بموضوع حضور الجماهير لمباراه الترجي. طبعا يا ريت جمهور الاهلي يحضر، يفرق كتير قوي. احنا عارفين دايما جمهور الاهلي يعني بيبقى رقم واحد والداعم الاساسي والرئيسي في اي انتصار. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعديه نرجع نكمل حلقتنا. يلا خلينا سريعا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة، وهو كان ايه رأيكم في اداء الاهلي في مباراة الامس. فرأيكم كان كالآتي. ابو حمزة قال ممتاز موسيماني من ساعة ما درب الاهلي وما اخدش فترة راحة زي الفترة دي، وظهر شوية من افكاره، وما تنسوش انه درب صن داونز 8 سنين خلاهم برازيل افريقيا، فصبرا جميلا ومليون مبروك لجمهورنا الغالي. نقطة مهمة قوي فعلا قالها أبو حمزة، وهي بتتعلق بأن الأهلي كان خد فترة راحة شوية بعد ضغط المباريات، ففرقت مع الأهلي وفرقت مع موسيماني نفسه اللي حاول بشكل أو بآخر أنه هو يحفظ أفكاره للاعبين، وشفنا الكلام ده في الملعب ولسه بإذن الله. خلينا كمان نروح لياسر، واللي قال لعيبة رجالة قعدتهم في الأجواء الصعبة، مدرب محترم عارف إمكانيات لعبته ودرس الترجي كويس، بس لسه شوط في القاهره ما تاهلناش لسه، هي دي عقليه جمهور النادي الاهلي متعودين عليها. خلينا كمان نروح لابو حنين الشرقاوي، واللي قال مباراه جميله جدا، ماتش جميل، واللي احلى التكنيك الفني مع المدرب العظيم واللعيبه الرجاله الميه ميه اللي في وقت الشده بيلعبوا بروح وعزيمه وقوه. احنا الاهلاويه ان شاء الله البطولة أهلوية، كل التوفيق لبطل أفريقيا نادي القرن الأفريقي، أعظم نادي في الكون العشرة يا أهلي. طيب دي كانت بعض تفاعلات جمهور النادي الأهلي وبعض آرائهم بخصوص أداء النادي الأهلي بالأمس. أداء كان ممتاز، مبسوطين جدا، لكن لسه الفرحة تكمل بإذن الله بعد التأهل النهائي، وبعد كده نفكر بقى في المباراة النهائية أيا كان هنقابل مين. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.